الفنان والإعلامي أسعد خليفة كأنما يرش الفضة من سلته الخفية من حنجرة صوفية تطمئن لها القلوب. برع ممثلاً ومقدم برامج وفناناً شمولياً متعدد المواهب، صعد أسعد خليفة درج العمر مجابهاً التحديات، عاشقاً لتفاصيل المدينة الغائبة، عازفاً نشيد القرى على الناي وخرير الماء، ناقشاً صوته العذب في القلوب. أسعد خليفة عضو نقابة الفنانين الأردنيين والعديد من الهيئات والاتحادات العربية الفنية والإعلامية، تحسس طريقه إلى الإبداع متعدد الاتجاهات صغيراً بمجساته اللفظية برؤوسها الشوكية، يخز بها كل من أو ما قد يعثر اندفاعه إلى الأمام، متجاوزاً المتاح، مسكوناً بالأمل، محكوماً بالعمل. وله في طور النشر ديوان منمنمات الوصال. صار ممثلاً متميزاً في العديد من المسلسلات التاريخية والبدوية التلفزيونية والإذاعية، وفي المسرح أجاد حينما شارك في بطولة مسرحيات عديدة منها تغريبات زريف الطول. عمل أسعد خليفة مشرفاً على دوبلاج الأفلام الوثائقية وأخرجها، ونال عليها عدداً كبيراً من الجوائز العربية والعالمية. وضع صوته على شخصية عمر بن الخطاب في المسلسل الذي حمل اسمه رضي الله عنه. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار؟ صاحب حضور مميز في المهرجانات والمؤتمرات التي رئيس بعضها، وراكم عشرات الأفلام الوثائقية والبرامج معداً ومقدماً ومخرجاً، روى بصوته وحسه أهم الأعمال الاستعراضية في الوطن العربي، منطلقاً من مشروعه الصوتي بأن يكون الصوت مرئياً وليس مسموعاً فقط.